مشاهدي سبوت شات، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج وجهه نظر معي عبر تطبيق زوم من اسطنبول، احد مؤسسي كتائب عز الدين القسام واحد اصدقاء ايضا محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام حاليا وهو اسير ومحرر في صفقه وفاء الاحرار، الاستاذ تيسير سليمان، اهلا وسهلا بك. تحيه لك، اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بجمهورنا الافاضل. حضرتك امضيت 20 عام في سجون الاحتلال الاسرائيلي وايضا تعتبر شهيدا حيا بما انك اصبت في إحدى العمليات التي قمت بها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً أثار التعذيب لا تزال ظاهرة على جسدك. ما قولك اليوم وأنت تشاهد السجانين يفتحون أبواب الزنزانات للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية؟ نعم، حقيقة بالبداية تحية لك ولشعبنا المسلم والعربي في كل مكان، وحقيقة التحية كل التحية لأهلنا الصامدين المرابطين في فلسطين، كل فلسطين، ونخص بهذه الأيام غزة التي علمتنا معنى الثبات والصبر والرباط وتحمل ما يمكن أن يسمى من نازية الاحتلال وبطش والإبادة الجماعية. نحن كما تفضلت أستاذنا، ربنا أكرمنا منذ السنوات التسعينات في تأسيس العمل المقاوم في مدينة القدس كتائب القسام، وكان لنا شرف الالتقاء بالعديد من الإخوة المؤسسين في كل المناطق الفلسطينية في غزة والضفة والقدس أيضا، وبناء عليه كاننا تجربة في عملية سعي لتحرير أسرى فلسطين، وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين. قمنا بعمليتين ضد جنود الاحتلال ومستوطنو، وكان شركاء معنا في العملية من قطاع غزة ومن الضفة الغربية ومدينة القدس. حاولنا بكل ما يمكن من جهد أن نوجه الاحتلال في جنوده ومستوطنين من أجل الإفراج عن إخواننا الأسرى. عندما الآن أرى الأسرى الفلسطينيين يخرجون كل يوم بهذه الفرحة وهذه الاندفاعية ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية كشعب فلسطيني مقاوم تحت الاحتلال، تشعر بعزة النفس، لكن هذه عزة النفس تختلطها الكثير من الافتخار بهؤلاء الذين نفذوا عملية طوفان الأقصى. هذه العملية التي إنجاز لنا أن نسميها بعبارة هي عملية إعادة تصويب القضية الفلسطينية إلى البوصلة بالاتجاه الصحيح، وباعتقادي هؤلاء الشهداء من أصغر مقاتل يوم طوفان الأقصى الذي شارك عمرا وسنا بالمشاركة إلى أكبر قائد قدرا ومكانا من الذين خططوا ونفذوا فيها، أنا باعتقادي أنه قاموا بعملية تصويب للقضية الفلسطينية، رجع القضية الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي، وهو إذا الاحتلال كان يقول سوف نعيد القضية الفلسطينية أو نعيد قطاع غزة 50 عاما من الدمار إلى الوراء، أنا بعتقد أن هؤلاء المقاتلين وبساطيرهم إنجاز الذين خطوا فيها جدار الذي بناه الاحتلال على أراضينا المحتلة 48، أعادوا القضية إلى عام 1948 وإلى 75 سنة يتكلم العالم الآن لماذا يوجد احتلال إسرائيل. اليوم برأيك أستاذ تيسير، وأنت تنظر وأنت من قمت بمحاولة أو بأسر جنود إسرائيليين بالتسعينيات، وأنت ترى اليوم هذا الكم الهائل من الأسرى الموجودين في قطاع غزة والموجودين بالمناسبة أمام أعين الدبابات والجرافات الإسرائيلية ولم يستطع أحد أن يمسهم، كيف ترى اليوم الفارق بين تلك الحقبة وأنت أطلق عليك النار وأنت تخطف أحد الجنود الإسرائيليين، وهذا دليل أيضا تفصيل آخر عن موضوع هانيبال أو يريدون قتلك وقتل الجندي الإسرائيلي لكي لا يصبح لديهم أسير لديك، فما قولك بين تلك الحقبتين؟ أنا باعتقادي أخي الكريم هذه أمور عبارة عن تراكمية مقاتلين بدأوا من الصفر ويراكموا كل مسألة حتى النهاية. نحن الآن عندما نتكلم عن قائد كتائب القسام الأخ محمد ضيف أبو خالد نتكلم عنه، نحن نتكلم بسنوات التسعينات عندما كنا خلايا موجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس. أنا أذكر بسنوات كيف كان حلم عندنا أن نمتلك قطعة سلاح نقاتل بها، وكيف بعد ذلك أصبح الحلم حقيقة عندما قمنا بعمليات أسر جنود. نحن نحلم كيف كنا عندما كنا أنا والأخ محمد ضيف نعمل عملية محاولة إصلاح قطعة سلاح عمرها أكثر من 100 سنة، في ذلك محاولة منا لإعادتها للعمل من جديد. نذكر أيضا كيف أن هؤلاء الشباب لم يوقفهم الاستشهاد إخوانهم، ولم يوقفهم اعتقال إخوانهم، ولم يوقفهم مطاردتهم وتعرضهم للاغتيال لأكثر من عملية جبانة قام فيها الاحتلال، قصف البيوت وقتل الأولاد والكبار والصغار. هؤلاء المقاتلين استمروا
أبو أنس الغندور رحمة الله عليه، هذا الشهيد البطل القائد الذي نفذ ورفع من مستوى المنطقة الشمالية في قطاع غزة، الذي جعلها يحسب لها حساب محمد ضيف وما يفعله من تكوين وبناء وتطوير سلاح المقاومة، لدرجة وصلنا أننا نفتخر بهذه قذيفة الياسين وبصاروخ العياش وبالرصاص، حتى الرصاص طوروها المقاتلين وأصبحوا. كل هذا عبارة عن تراكم لسنوات طويلة، السنوات الطويلة لم تكن فقط مراحل تطوير، إنما كانت أيضا معتقلين وشهداء، كانت أيضا محاولات اغتيال، وكانت أيضا ابتعاد عن كل ما يمكن أن يسمى إنساني، لتكون أنت في مرحلة الاستعداد للمعركة. والقضية الفلسطينية بهؤلاء، أنا أقول لك ولجمهورنا الكريم، انظر لا يكون هناك كتائب عز الدين القسام الآن الذي هي امتداد طبيعي لهذا الشعب المقاتل في كل مكان في فلسطين. انظر لو لم يكن هناك النخبة التي عبرت يوم 7 أكتوبر، نحن من دونها لم نكن حققنا شيء، والذي حققناه هو حالة من البطولة الفلسطينية بناها هؤلاء المقاتلون. نتكلم عن الشهيد أبو أنس الغندور، هذا البطل الذي لم يكن فقط بطل بحد ذاته، إنما أيضا كان معه أبطال آخرين شكلوا وكونوا لواء الشمال في قطاع غزة. هؤلاء أيضا محمد ضيف وأخوانه الذين لم يتركوا شيء من محاولة لتصنيع الأسلحة وتطويرها. هؤلاء الإخوة عندما يخرج أحد الجنود الإسرائيليين أو المعتقلين الذي كان لدى المقاومة يقول: نحن كنا على الدراجة النارية في داخل نفق ويسير فينا لأكثر من 25 دقيقة. انظر، يتكلم عن نفق يمرون فيه أكثر من 25 دقيقة. قال المحلل الإسرائيلي بإحدى القنوات: كم مسافة هذا الذي يتكلم عنه؟ هو إعداد استعداد للمعركة، استجابة لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم. وأيضا هو اقتناع أن الذي ينصر هو الله عز وجل، لكن عليك أن تأخذ بالأسباب، وما رميت إذ رميت. كل هذه الأمور اجتمعت في يوم 7 أكتوبر، وأنا باعتقادي ما كان قبل 7 أكتوبر هو ليس ما بعد 7 أكتوبر. بلحظة 7 أكتوبر في 6 صباحا ربما أو ما يزيد، شاهدنا رجل الظل في كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، نحن نراه بالأبيض والأسود أو على شكل ظل. ماذا تعرف داخل وراء هذه الصورة؟ ماذا تقول لنا عن هذه الشخصية في عام 2023 وليس في التسعينات؟ أخي، أنا سوف أتكلم عن الأخ الحبيب محمد ضيف كصديق عمل معنا وعملنا معه لسنوات طويلة في مرحلة تأسيس كتائب القسام، في مرحلة أنا أتكلم فيها المرحلة التي عشتها وهي مدينة القدس وتأسيسها. نحن كنا الجهاز العسكري في المنطقة الجنوبية من مدينة القدس، في المنطقة الجنوبية من فلسطين، في مدينة رام الله والقدس والخليل وبيت لحم، وكان لنا علاقة واسعة ومتصلة مع شمال الضفة الغربية ومع قطاع غزة، وكان على رأس هذه العلاقة هو الشهيد محي الدين الشريف باعتقاله الثاني، عندما كان معنا جزء رئيسي من الاعتقال. وعندما كان محيي الدين يكون مشغول في المنطقة الشمالية أو في أعمال في مدينة القدس، كنت أنا أتكفل عملية الاتصال مع قطاع غزة كحلقة اتصال رئيسية بالقادة المسؤولين عن كتائب القسام، مثل عماد عقيل، مثل محمد ضيف، ومثل بعض الأخوة الآخرين. محمد ضيف كان مثله مثل كل إخوانه ينظر إلى كيفية أن نقوم بتسليح أنفسنا أكثر، إلى تكوين خلايا عسكرية أكثر، إلى تنفيذ عمليات نوعية أكثر، وخاصة أسر الجنود والضباط وضباط المخابرات. وكان العديد من العمليات التي شارك فيها في أرض الضفة الغربية، في مدينة إذنة، في قرية إذنة بحينة، وفي منطقة الخليل، في منطقة بيت لحيم، في محيط مدينة رام الله بعد سكن من بيت لحم والقدس ورام الله لأشهر. نحن التقينا به، وكان طموحنا جميعا، وطموح محمد عزيز رشدي قائد الجهاز في الضفة الغربية في ذلك الوقت، وخالد الزير قائد منطقة بيت لحم، وأنا كمسؤول خلية القدس ورام الله، كان مهمتنا الأساسية هي تنفيذ عمليات تؤدي إلى نتيجة واضحة، وهو أولا ردع الجيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، تنفيذ عمليات ضد المستوطنين الذين كانوا يقتلون وينفذون، وأيضا عمليات أسر. نجحنا في العديد من هذه العمليات، في عملية أسر ضابط جندي في سلاح الاستخبارات في منطقة القدس، ونفذناها مجموعة القدس، وكنت أنا واحد من هؤلاء الشباب، نفذوا علينا عملية إطلاق رصاص مباشر لقتلنا وقتل الجندي، ولكن خرجنا نحن سالمين من هذه العملية. وكان هناك أيضا ملاحقة
بالطائرات والجنود، وقد أحاطوا مدينة رام الله لأكثر من 3 أيام، لا يستطيع أحد أن يدخل ويخرج منها لأنهم يبحثون عنا وعن الجندي المفقود لديهم. واستطعنا بمقدرة خاصة للخروج من هذه المنطقة المحاصرة. أنا أتكلم بهذه الفترة لأن هذه الفترة كانت ذروة العمل المقاوم الاحتلال ضد الاحتلال في 1992، 1993، 1994، وكانت العمليات نوعية أثرت في الاحتلال الإسرائيلي، أنه خرج أهود باراك وكان رئيسا للأركان، بعد ذلك وزيرا للخارجية، وبعد ذلك وزيرا للدفاع، ليقول بكل صدق: نحن لا نستطيع أن نجابه هؤلاء وإن كانوا صغار بالسن، ويتكلم عنا لأن كلنا لم نكن نتجاوز 20 من أعمارنا، لا نستطيع مواجهتهم. يخرجون ليأسروا جنودنا الذين دربناهم ليحموا الدولة، وهم يقومون بأسرهم، وعندما نجابههم لا نستطيع أن نتغلب عليهم، ويقتلون ويقتل الجنود. هذا ما كان في التسعينات من القرن الماضي، واستمر العمل. أستاذ تيسير، وقد يبدو السؤال غريبا نوعا ما، ما الذي يجعل هنالك محاولات إسرائيلية مستميتة يمكن تحقيق إنجاز معنوي وهو القضاء أو استهداف محمد الضيف مباشرة أو يحيى السنوار أو أبو عبيدة أو هذه الرموز؟ ما الذي يجعل هذا الموضوع صعبا أو يشكل استحالة بالنسبة لإسرائيل إلى حد الآن؟ أو شيء توفيق الله عز وجل الذي لا يسمح لهم بهذا الموضوع، هذا لا شك فيه. الأمر الآخر وهو أخذ بالأسباب، وهنا يجب أن نتكلم عن موضوع أساس الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة. أنا أذكر في عام 1993 عندما كنت أمر على الحواجز العسكرية في إيريز أو في رام الله أو في مدينة، كان الاحتلال الإسرائيلي يوزع أوراق عليها صورة مطلوبين وعليها صورة إخواننا، وكان منهم محمد ضيف، كان إبراهيم سلام، عبد الرحمن حمدان، كان ماهر أبو سرور، محمد عزيز، خالد الزير، يمر ويقدم على الحواجز العسكرية أن هؤلاء مطلوبين ويجب التبليغ عنهم مقابل مال أو غيره. هذا الأمر كان جزء من حالة محاولة إسرائيل لاعتقالهم، ثم انتقل بعد ذلك إلى المباغتة وضرب الصواريخ، ورأينا كيف أن بعض الإخوة مثل عبد الرحمن حمدان استشهد في منطقة أبو ديس بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الصواريخ الموجهة ضده، وأيضا عدنان مرعي في منطقة نابلس عندما استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، وكم كبير من الصواريخ. انتقلنا بعد ذلك إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي الآن، لكن بشكل نوعي باستخدام طائرات الاف 16، وقبل ذلك بالتسعينات محاولة اغتيال أبو هنود رحمة الله عليه والعديد من إخواننا، ومحاولة ضرب سجن نابلس وسجن رام الله وسجن غزة بصواريخ كبيرة من المتفجرات من أجل اغتيال العديد من هؤلاء. الاحتلال الإسرائيلي يستمر لأنه دائما لدى الاحتلال نظرية تقول: إذا قمت باغتيال قيادي كبير أو قائد المعركة أنت تنتصر فيها. والاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن البنية التنظيمية لحماس والكتائب القسام كما يعتقد هو أنه إذا ضرب سوف يتفتت، وهذا لم يحدث تاريخيا. تاريخيا استشهد القائد محمد عزيز رشدي بالضفة الغربية واستمر الكتائب من بعده، اعتقل الشيخ صالح العاروري وكان قائدا لكتائب القسام في الضفة الغربية واستمر العمل من بعده. الاحتلال كان يعتقد أنه بكل عمل مقاوم سوف يقوم بذلك بإضعاف الحركة. الحركة هي حركة عريضة أفقية وأيضا منتظمة عموديا، إن قام أحد إن قاموا باغتيال أحد يحل بعده نائبه أو الذي يتم تكليفه بالموضوع. ونحن رأينا كيف بعد اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي رحمهم الله، اعتقد البعض أن الحركة تضاف والحركة زادت قوة وزادت متانة، فازت بالانتخابات وفازت بمحافظة على قطاع غزة، وبعد ذلك تعرضت للحروب عام 2008، 2009، 2012، 2014، 2021، ونحن الآن بمعركة 2023. يثبت كل يوم أن المقاومة لم تبقى لسنوات طويلة تستعرض تاريخها، إنما قامت بحفر الأنفاق وبناء المنظومة العسكرية والاتصالات، قامت بتنظيم كل ما يمكن أن يسمى عمل مقاوم نوعي. يعني العجب كل العجب بالفعل، كان المقاتلون والمخطوفين أيضا من قطاع غزة ينبتون من تحت الأرض ويخرجون في منطقة قال الاحتلال الإسرائيلي بأن حماس فقدت السيطرة على هذه المنطقة أو على شمال قطاع غزة، ويمكن والمعلومات كانت تشير بأن المخطوفين خرجوا من شمال القطاع، بماذا يوحي لك ذلك؟ نحن الآن أمام منظومة رأيناها البارحة بتسليم
الأسرى لدى المقاومة، ذلك الاستعراض القوي الذي قامت به كتائب القسام في مدينة غزة. أليست هذه المنطقة التي دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصفها بكل ما يمكن أن يسمى بأضخم المنظومة والطائرات؟ ألم يدخل بدباباته ويصطاد المثلث الأحمر فيها؟ ألم يكن هذه المنطقة التي قالوا عنها يوجد فيها قيادة أركان حركة حماس ويجب أن تدمر؟ البارحة خرج الشباب بتنظيم عسكري منظم شهد له حتى الإسرائيليين أنفسهم، وقال مراسل القناة 13 العبرية: يبدو أننا أمام منظومة يصعب علينا تفكيكها أو ضربها أو إزائها. وأنا باعتقادي هذا كله توفيق من ربنا وإعداد لسنوات طويلة وتعب شديد. وأيضا أخي، المقاومة لا تثبت ذلك في هذه العملية التبادل التي حدثت امبارح، هي تثبتها خلال الأيام الماضية. أولا، عندما كانت تستهدف حاملات الجنود والدبابات، كانت تصورها وكانت تنقل الصورة وكانت تمنتج الصورة، وكان يعلن الناطق العسكري والموقع العسكري باستهدافها، وكان بعد ذلك يتم تجميعها ونقلها، ويقوم الناطق باسم كتائب القسام بالإعلان بشكل واضح عن عملياته. وبعد ذلك نرى الفيديو الذي رمز عليه بالمثلث الأحمر أنه يستهدف هذه الدبابات، وهذا ليس كل ما يتم استهدافه. نحن أمام مرحلة الكتائب فيها تقول بكل بساطة: نحن لسنا حديثين على القتال، ونحن لسنا حديثين على المواجهة، نحن أعددنا أعدادا جيدا، كان بالأنفاق التي تحمينا من الطائرات، أو كانت بالصواريخ التي تصل إلى كل نقطة في فلسطين، أو كانت بالطائرات المسيرة بأنواعها والتي رأيناها في هذه المعركة. أبدعت هذه العملية في تنفيذ عمليات، وأنا أضرب مثالا على ذلك: عندما استخدموا الإخوة الطائرة الدروم، وهي الطائرة التي استولوا عليها من الاحتلال الإسرائيلي والتي كان يصور، وهي تم تحويلها إلى طائرة تستخدم بقذائف، تلقي قذائف على القبب الحديدية، وهنا الأبراج الحديدية يجب أن نتكلم عنها. هذه أبراج بناء الاحتلال الإسرائيلي غير مأهولة، يوجد فيها منظومة من العمل بالأشعة والليزر، تعمل إطلاق نار مباشر لكل الأهداف المتحركة في الأراضي الفلسطينية، تطلق بشكل مباشر، ويديرها ويراقبها العديد بل العشرات من المجندات الإسرائيليين. كل هذا لم ينجح معهم لأن المقاومة قامت بعمل نوعي باستهدافها. وهنا أنا أقول هذه الأبراج لها قبة حديدية، عندما عند حالة الاستنفار يقومون بإغلاقها حتى لا تستهدف. ولكن ميزت المعلومة التي توفرت لدى المقاومة أنه في ساعات إطلاق الصواريخ، الكل من جنود ومستوطنين ومن العاملين في هذه المنظومة يختبئون، وعليه بهذه الدقائق المعدودة استطاعت كتائب القسام أن تستخدم الطائرات المسيرة لضرب هذه المنظومة. وإذا رأيتم هي قبة حديدية، يعني ممكن أن تغلق هذه القبة ولا يستطيع أن تلقي عليها أي شيء، لا قنصا ولا ضربة بالموجه ولا أيضا إلقاء من الطيارة. بإمكانيات محدودة لكن بذكاء عالي وتدريب مستمر، استطاعت كتائب القسام أن تحيد هذه الأبراج، وهذه الأبراج تحييدها أدى بالنهاية إلى استطاعة تدفق المئات من شباب المقاومة إلى أرضنا المحتلة عام 48. وباعتقادي أنا، إن جمعنا تفاصيل ما حدث في 7 أكتوبر من ساعات ما قبل الفجر حتى ساعات أسر الجنود والعودة بهم، احنا نتكلم على تناغم عالي بين ألوية ومكونات كتائب القسام، بين القناصة وبين وحدة المتفجرات وبين وحدة الطائرات المسيرة، بين وحدة الصقر والمراقبة، بين وحدة الصواريخ وغيره. هناك عزف، إنجاز تعبير، هناك منظومة، هناك ترتيب لمنظومة كاملة. أنا باعتقادي دول لو أرادت أن ترتب مثل هذه لن تنجح بدون توفيق الله عز وجل، ولكن أنا باعتقادي ما كان من استعداد وتدريب لسنوات طويلة من كتائب القسام وعلى رأسهم محمد ضيف وأخونا رحمة الله عليه الغندور والعديد من مسؤولين الألوية والشباب المخلصين الصادقين المؤمنين الذين اندفعوا بقوة لتنفيذ هذا العملية، لولا هذا التوفيق وهذا الاستعداد ما رأينا هذا الانتصار الذي يسجل في تاريخ كل مقاوم، وكل ربما بكل من يتعلم المقاومة يجب أن يتعلم من هؤلاء. أستاذ تيسير، ربما قال لك في إحدى الأيام القائد محمد الضيف: لو كنت أمتلك 1000 مقاتل لاستطعت أن أغلب إسرائيل بهم. وحدث ذلك اليوم في 7 أكتوبر، فجر 7 أكتوبر. لو تحدثنا بشيء من التفصيل، وأنا أعي معيه بهذا السؤال، بشيء من التفصيل عن ما قبل
السادسة والـ25 دقيقة فجر 7 أكتوبر، ما الذي كان يحصل؟ نعم، كان يحلم أن يكون عندنا 1000 مقاتل، لا نغلب إسرائيل بضرب واحد، إنما نغلبها بالنقاط، نغلب بكل إمكانياتها. وأنا أقول لك، عندما كنا نقوم بعملية أسر لجندي إسرائيلي، وكان يقوم مئات بل ربما 1000 من الجندي الإسرائيليين بحصار مدينة لمدة 3 أيام مثل رام الله، أو مثل العملية التي نفذها محمد ضيف وإخوانه في جبال الخليل، وقتلوا ضابطا من الاستخبارات العسكرية، حاصروا مدينة الخليل أكثر من 3 أيام بكل شوارعها وطرقها. كنا نطمح أن يكون عندنا مقاتلين. وأنا أقول لك، في عام 1993 عندما كنت أذهب إلى غزة والتقي محمد عماد عقيل والتقي الإخوة محي الدين الشريف والتقي محمد عزيز وخالد الدين، كان كل ما نمتلكه في المنطقة الجنوبية من رام الله حتى غزة لا يمتلك أكثر من 5 أو 10 قطع أسلحة تعمل، والباقي ربما لا يعمل أو متوسط. عماد عقل كان يمتلك مسدس مكون من قطعتين مختلفتين، العلوية لشيء لمسدس قديم والأخرى للمسدس الذي معه. وعندما كنت أسأل لماذا لونين، قال لي الأصلية لا تعمل على المسدس، فكنا باستبدالها بقطع كانت لونين من لونين. البنادق التي كنا نقاتل فيها هي من اشتراها وجلبها قائد الجهاز العسكري بذلك الوقت، والذي كان معتقلا الشيخ صالح العروري، ونقل هذا السلاح للإخوة. وأنا حملت هذه قطعة الأسلحة وحملتها لإخواني مثل ماهر أبو السرور ومحمد وصلاح عثمان ومحمد الهندي، الذين نفذوا عملية التل الفرنسية واستطاعوا أن يقتلوا بعض الجنود والمستوطنين. هذا كله كان طموح وأمل، وطموحنا وأمل كان ليس يتوقف على عملية نوعية أو نغلب الإحلال. نحن طموحنا كنا أن نحرر فلسطين. وأنا أقول لك، هذا الطموح وهذا الأمل وهذا الحلم، أنا باعتقادي إخوانك في 7 أكتوبر، كل شاب، كل مقاتل، كل واحد من النخبة، كل واحد من القيادة الذين كانوا يعرفون بهذا الموعد، أنا باعتقادي شاركوا في عملية إعادة الوعي لنا، إعادة الفهم لنا أننا نستطيع أن نغلب هذا الاحتلال. الاحتلال من يتكلم أنه قوة خارقة وقوة لا يستطيع أحد أن يغلبها، باعتقادي هذا أصبح من ورائنا. قبل 7 أكتوبر مثل أي عملية ناجحة، يعني نفذوها الإخوة بسرية كاملة، ربما أجزم أنا أن عدد الذين كانوا يعرفون فيها لا يزيد عن عدد العاملين فيها باستثناءات بسيطة، وبناء عليه عملية نوعية زراعة المتفجرات على طول الحدود. كما قال أحد الصحفيين الإسرائيليين، قال استطاعوا أن يزرعوا المتفجرات ويفجروها دون أن نرى حتى ذلك. استطاعوا أن يعملوا أكثر من 21 عملية أو أكثر 21 فتحة في الجدار والدخول فيها واستهداف المجنزرات والدبابات، ثم ذلك بعد ذلك الانطلاق باتجاه الأهداف المرسومة لهم. وأنا باعتقادي هذه المعلومات أصبحت معروفة للجميع من الإسرائيليين أنفسهم. أنا أقول لك ماذا قال أحد الإسرائيليين عن قاعدة فرقة غزة، قال وهو مختبئ في نفق له لم يستطع المقاومين الوصول إليه، قال دخلوا علينا بعد رشقة الصواريخ. وقال أيضا هذا الجندي الذي كان يختبئ، قال عندما سمعنا بالإنذار اختبأنا، وبعد دقائق خرجنا رأيت بالكاميرات أن هناك إطلاق رصاص وأن هناك عملية. اعتقد في البداية أن تدريب من الجيش ومحاولة لتدريب حي إنجاز، بعد ذلك قال اكتشفت أنهم من مقاتلين حماس، وهو مختبئ في مكان سري كان في بدروم الأرض. وبناء عليه بدأ ينظر ويرى كيف أن هؤلاء المقاتلين يسيرون ويدخلون الغرف ويتحكمون. قال بكل بساطة 7 ساعات كتائب القسام كانت جوات أهم نقطة عسكرية في قطاع غزة وهي فرقة غزة، استطاع هؤلاء أن يقوموا بعمل نوعي خلال 7 ساعات. الاحتلال الإسرائيلي متى جاء؟ الاحتلال الإسرائيلي باعترافه نفسه أنه تجاوز ال 12 ساعة، أنه بعد ال 12 ساعة بدأ وصول الاحتلال الإسرائيلي لهذه النقطة. أنا باعتقادي بتفاصيل كثيرة، بنقاط كثيرة، ربما الذين سوف يخرجون من هذه المعركة سوف يبهرون الجميع، يعني يقولون لنا أكثر مما نعرف من معلومات، من معلومات حصلنا عليها من ما رأيناه من الشاشات، من بعض الإخوة والأصدقاء، من بعض الذين كانوا في الميدان، من بعض الشهداء. أنا باعتقادي نحن أمام مرحلة كانت صباحية يوم أكتوبر لا يستطيع أن يقوم فيها إلا من كان يثق أنه سوف ينتصر فيها. الوحدة 8200 هي تشكل لغزا، ربما ما وقع في أيدي كتائب القسام أكبر بكثير من مجرد جندي أو أسير
ما الذي قد تكون أو قد يكون بحوزة كتائب القسام غير الأسرى؟ نعم، احنا حتى نوضح الموضوع، الاحتلال الاسرائيلي بالعديد من الامور، ببعض الامور كان يفتخر فيها بالماضي والان ربما لا يذكرها او يعمل على الغائها، مثل فرقة غزة. الاحتلال الاسرائيلي كان يعتبرها الفرقة الاقوى التي خلال 30 سنة الماضية اكثر من تمرست على العمل القتالي، وكان يستخدمها واستخدمها في الايام الاخيرة قبل اكتوبر بنقل 7 8 كتائب منها إلى الضفة الغربية لردع الضفة الغربية، لأنه كان يتوقع أن هناك أحداث سوف تحدث في الضفة الغربية مثل انتفاضة أو هبة أو ثورة أو أحداث كبيرة، وبناء عليه بدأ ينقل من هذه القوات حتى يستخدمها، نقل أكثر من 8 كتائب بسلاحهم ومدرعاتهم وغيره. الأمر الآخر وهو قيادة الشباك في حاجز إيريز، وهذه التي كانت دائما ترصد وتجند وتبحث عن العملاء وتحاول أن توفر المعلومات للاحتلال الإسرائيلي، تم القضاء عليه باعتراف قائد المخابرات الشباك الإسرائيلية، قال فقدنا أكثر من 20 ضابط بين قتيل وأسير. الأمر الآخر هي 8200، نعرف أنها موجودة في النقب الغربي وأنها تعمل على عملية تجسس على منطقة الشرق الأوسط، أي أنه بمحيط كل الدول العربية التي موجودة وتركيا وأوروبا هي ضمن حالة التجسس التي تقوم فيها هذه الوحدة. استطاعت كتائب القسام، وهذا باعتراف الاحتلال الإسرائيلي، بالدخول والسيطرة عليها وأخذ الجنود أسرى وقتل منهم وأخذ الأرشيف. نحن نتكلم عن عمل نوعي الكتائب قامت به لفترة طويلة من الإعداد والاستعداد. أنا باعتقادي ميزة العمل التي قامت في كتائب القسام يوم 7 أكتوبر هو عمل أمني بامتياز نفذ بطريقة عسكرية، وباعتقادي هذه الطريقة العسكرية أربكت الاحتلال الإسرائيلي، فأنت لا تمتلك دبابات ومجنزرات بقدر ما تمتلك العنصر البشري والعنصر النخبوي والعنصر الكتائب وعنصر السرية وعنصر التنفيذ الدقيق والعنصر الاندفاعية بالاتجاه الصح. كل هذه الأمور أدت بالنهاية لهذا العمل. هل معقول إنه جدار كلف الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4 مليار دولار، ممتد في بطن الأرض أكثر من 10 متر ومرتفع فوق الأرض ب 10 متر، مزود بأبراج مراقبة ومزود بخطوط دفاعية ومزود أيضا بدبابات وحاملين ونقاط عسكرية تزيد عن 21 نقطة بمحيط قطاع غزة، كل هذا يتغلب عليه 1200 شاب؟ أنا باعتقادي الاحتلال الإسرائيلي سوف يدرس في المستقبل كيف تم التغلب عليه بنقطتين رئيسيات، في خط بارليف عام 73 وفي خط الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48. يعني ما هو معروف عن كتائب القسام بأنها تحتوي على 40 ألف مقاتل من ضمنهم وحدات النخبة أو قوة النخبة القسامية التي يمكن في عدادها 10 آلاف، هل شارك الجميع أو كان يعني كان من ضمن المهاجمين في 7 أكتوبر قوات النخبة حصرا أم كانوا موزعين، يعني هم موزعين في قطاع غزة؟ معروف أن قوات النخبة موزعة على دائر قطاع غزة على 5 مناطق رئيسية و5 ألوية، وهم مدربون تدريب خاص مهمتهم تنفيذ العمليات الهجومية، وأيضا هؤلاء من الشباب الذي ربما أعمارهم يعني لا تزيد عن طلاب الجامعات، أي أقل وأكثر من 20 سنة، وبناء عليه هذه النخبة بقياداتها المتراكمة بالخبرات أدت لعمل نوعي. أخي، الميزة بهذا الموضوع أنك عندما ترسل شاب لتنفيذ عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة عملية تعرف أن مقابلها الدبابة والطائرات والطائرات المسيرة، أخي الكريم، فرقة غزة الاحتلالية لديها مطار ولديها طائرات تستطيع أن تعطي أوامر لتخرج لتنفذ عمليات قصف وقتل وتدمير، أكانت بالأباتشي أو بالطائرات الإف 16، دون العودة إلى كل هيئة الأركان، لأن هذه الوحدة تعتبر قوة فاعلة على الأرض. ومع هذا تجد شاب مقاتل فلسطيني عمره لا يزيد عن 21 22 23 سنة يتدرب بكلاشينكوف وبندقية ام 16 اذا توفر له، يتدرب على السلاح المحلي المصنع المحلي عبر الانفاق او عبر كل ما يمكن ان يوفره المقاومة من امكانيات، يجده يقدم على العبور بدراجة نارية او مرورا او مرا باقدامه او بسيارة ليس الدفع ربما، هي ما توفر من امكانيات، الى مواقع عسكرية يستطيع بخلال دقائق كما قال الاحتلال الاسرائيلي الوصول لكل القواعد العسكرية مثل 21 موقع عسكري بمحيط قطاع غزة والمستوطنات، وهذه مستوطنات دفاعية اي انها
أقرب إلى الجيش المتقدم من الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن ينفذها. هذا الشاب ما هو الدافع؟ ما هو؟ أنا باعتقادي قناعاته ووضوحه، أو شيء إيمانه بالله، ثقته بإخوانه وثقته بالتدريب الذي حصل عليه، اندفاعه بالاتجاه المباشر. وباعتقادي إن أردنا أن نعيد عبارة العمل الفدائي، أو ماذا يعني عبارة فدائي، وذلك الشخص الذي يذهب بتنفيذ مهمة قد يستشهد أو قد يقتل، ولكنه يفعل ذلك وهو مقتنع أنه يفعل عمل الصواب. وهذا ما رأيناه، أن هؤلاء الشباب عادوا الكرامة لكل إنسان ممكن. أنا التقيت بالعديد من الأخوة خلال فترة الحرب، منهم العربي ومنهم العجمي، منهم من هو في بلادهم ومن هو في بلاد أخرى، يقول بالحرف الواحد: إذا جاز لي كمسلم كعربي كإنسان أن أرفع رأسي، أنا أرفع بهؤلاء المقاتلين الذين علموا كل القوى العسكرية والقوى ماذا يعني أن تكون مؤمنا بهدفك الرئيسي، وهو أنك صاحب حق، وكيف تؤمن بهدفك الرئيسي وتنفذه على الأرض، وكيف تعبر هذا الجدار. أنا باعتقادي ما حدث يوم 7 أكتوبر جعلنا نحن أنفسنا نعيد النظر بهذا الكيان المسخ، هل هو حقيقة بهذه القوة، ولا نحن قد بنينا له أحلام وأساطير، وبنينا له العديد من الأكاذيب لترسم أنه ذلك القوة الخارقة الأمنية والعسكرية. واكتشفنا يوم 7 أكتوبر أنه لا يشكل شيء، ولكن السحر انقلب على الساحر. أصبح هناك كل مواطن فلسطيني ينتظر المثلث الأحمر ليخرج على شاشاته، ينتظر ذلك الملثم الذي يعطينا النبأ اليقين والصادق، ذلك المقاوم وذلك البيان الذي يقول لنا هنا نفذنا وهنا تم الضرب، ويختم بذلك بالصورة والصوت. نحن أمام مشهد يحاول الاحتلال أن يجعل جرائمه ضد الأطفال والنساء والكبار والمستشفيات والكنائس والمخابز وكل ما يمكن أن يسمى حضارة في قطاع غزة، يمحو ما حدث في 7 أكتوبر. ما حدث في 7 أكتوبر هو تراكم، هو خبرة، هو عطاء أولئك الذين كانوا في السجون، وأولئك الذين كانوا في الميدان، وأولئك الذين كانوا يعملون ليلا نهارا واستشهدوا، أولئك الذين لا يعلم عنهم أحد. أنا بإحدى المقابلات سمعت لك صباح 7 أكتوبر يمكن قصة ملحمية. أنا بالنسبة لي أسئلتي شوي فضولية، ولكن أنا يعني أستطيع أن أؤكد أن هذه القصص سيكون لها وقع. ما يعني كيف نستطيع أن نشرح للمشاهد ما يجب أن يعرفه عن معركة 7 أكتوبر، أو ما قبل الساعة 6:25 أو ما قبل ظهور محمد الضيف؟ يمكن هنالك تم جمع النخبة أو المقاتلين عبر شفرة معينة. لو تحدثنا بالتفاصيل عن هذه القصة المثيرة والأسطورية أيضا. نعم أخي، هذا السؤال كما هو محير لكم كما هو كان محير لنا عندما بدأنا نسأل إخواننا وقادتنا. أيام تسمح لنا أن نتكلم من هم الأذكياء، عندما تجمع أبنائك أو تجمع كل المقاتلين في أماكن التي مخصص لهم وتقول لهم، تستطيع أن تتراجع، تستطيع أن تقول أنا لا أريد أن أشارك، وبعد ذلك تجد الكل يقول لا، نحن نريد أن نقوم في هذه المهمة وننفذها بجدارة. هذا جزء من الفخر. عندما نتكلم بهذا الموضوع يجب أن نفخر بهؤلاء المقاتلين، ونفتخر بهؤلاء المدربين، ونفتخر بهؤلاء المقاومين، ونفتخر بهؤلاء القادة، ونفتخر بهؤلاء بهذا التعليم وهذه الثقافة التي جعلت أنه أكثر من 1200 شاب لا يتردد أحد منهم ويقول أنا أريد أن أنفذ المهمة التي أنكلت لي. هذا جزء من النجاح الذي لا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع. أنا أقول لك، قبل أيام الاحتلال الإسرائيلي حاول بعض الضباط والجيش استضافة نتنياهو أو استضافة بعض القادة الإسرائيليين في معسكراته، وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يقوموا باللقاء الصحفي مع هؤلاء القادة، لأن الجنود الاحتياط يقومون بالسب والاستخدام أقبح العبارات التي ممكن أن توجه ضد قيادات وسياسات وعلى رأسهم نتنياهو وزير الدفاع. وجدنا أنهم يسرحون أكثر من 60,000 مقاتل من الاحتياط بعد جمعه، لأنه بأغلبهم ليسوا مقتنعين بالدخول أو بعملية عسكرية. وجدنا العديد من الأهالي والجنود يقولون كان لا يريد أن يدخل العملية وأجبر بالدخول بالاحتلال الإسرائيلي، أجبره بالدخول في هذه كجند احتياط فيها. نحن حقيقة أمام مشهد رائع. وأنا أقول لك، أنا تكلمت مع بعض الإخوة في بدايات الأيام التي حدث فيها،
كلما نسمع قصص عن هذا الموضوع يشعر الإنسان بالعمل الذي وثقه، بذلك العمل الذي تعب عليه الإخوة بكل المستويات، بكل القادة، بكل وأنا على رأسهم أقول أخونا يحيى السنوار، أخونا محمد ضيف، أولئك الذين لم يتركوا عملا ليلا نهارا إلا أبدعوا فيه. كلنا قال البعض يقول عندما قال يحيى السنوار ربنا يحفظه، عندما قال إذا تكرر هذا المشهد من اعتداء على المسجد الأقصى واعتداء على المرابطين واعتداء على مدينة القدس واعتداء على أهلنا بالضفة وعدم فك الحصار على غزة سوف يكون طوفان، واستخدم العبارة نفسها، قال سوف يكون طوفان يجري في الجميع. قال البعض أنه قيل وقال، ورأينا كيف أن هذا العمل المنظم العبارات الدقيقة أصبحت اسم لعملية عسكرية اسمها طوفان الأقصى. أخي الكريم، حقيقة يعني كل ما يمكن أن نسمعه عن ما حدث قبل 6:25 من بطولة واستعداد واستدعاء، وكيفية تم استدعاء هؤلاء، وكيف أنه لم يخرج خبر إلى الإعلام. وأنا أقول لك يعني أنا سمعت أحد الاستخبارات العسكرية في إحدى القنوات العبرية يقول لهالدرجة منتظمين يتصلون ويستدعون منفذين العملية، وأكيد هناك العشرات يعرفون بالعملية، وهناك الاستعداد وتحضير الصواريخ لضربها، وهناك استخراج الطائرات وشحنها بالمتفجرات، وهناك عملية دقيقة لضرب الكاميرات المحيطة بقطاع غزة، وهناك أيضا عملية قاموا بها الإخوة قبل أيام، وليس في عملية، وهي استهداف البرشتات الهوائية الموجودة على غلاف غزة، وكان 3 برشتات. وأنا يعني تابعت الموضوع بإحدى القنوات العبرية، قالوا أنه تم استهدافها خلال الأسبوعين الماضيين، وهذه المنطاد الذي يحمل الكاميرات الدقيقة جدا تم إسقاطها، وبسبب الأعياد لم يستطيعوا إعادة تصليحها. هذه كلها عبارة عن عمل مركب أدى بالنهاية أنه عمي على الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك أنت يأتي إليك أكثر من 1200 شاب سوف يعبرون الحدود، وبعد ذلك المئات بل الآلاف من الإخوة الذين سوف يقومون بالتغطية وضرب الصواريخ والاستعداد وكل شيء. ولا يمكن الاحتلال الإسرائيلي أن نحصل على معلومة وضعه شخص مخترق لم يستطيعه، وضعه أجهزة تنصت لم يستطيعه، قاموا بعملية التجسس على كل ما يمكن أن يسمى اتصالات لاسلكية وغير سليمة لم يستطع. أنت أمام نجاح أمني نوعي. أنا باعتقادي إذا أردنا أن نتكلم عن نجاح بهذه المرحلة ممكن أن نتكلم بشيء رائع، وهو كيف استطاعت كتائب القسام واستخباراتها أن تضلل الاحتلال الإسرائيلي لمستوى أن يخرج وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق نقبي يقول أنا كنت قد صدقت أننا قد ردعناهم. هو يقول ذلك في لقاء صحفي باعتراف منه أنه قد ضل. أنا باعتقادي أيضا نحن أمام مرحلة مميزة، الذي يؤلمنا فيها ويوجعنا هو السادية للاحتلال الإسرائيلي بضرب وتدمير وتشويه كل ما يمكن أن يسمى حضارة في قطاع غزة. هؤلاء الأطفال الذين قتلهم، هذه المباني التي دمرها، هذه المستشفيات التي يدمرها كل يوم، الجامعات، المدارس، الإنسان الفلسطيني، الأسواق، كل ما يمكن أن يدمر. الاحتلال الإسرائيلي بكل جرائمه هذه يحاول أن يقول للعالم انسوا 7 أكتوبر. وأنا أقول لك ولكل من هو يعمل في الإعلام، علينا أن نحفر وراء كل خبر عن 7 أكتوبر، كيف تم إعدادها وكيف تم وضع الخطة لها ومن الذين شاركوا فيها ومن الذين أعدوا لها، لأن هذا يعتبر فخر وتاج على رأس كل من ينتمي إلى فكرة أنه أرضه تحت الاحتلال ويجب أن يحررها. وباعتقادي التاريخ سوف يسجل كيف أن أبو إبراهيم يحيى السنوار حفظه الله بعد أكثر من 23 سنة في الاعتقال وبعد 12 عام من العمل المكثف استطاع أن ينقل المقاومة هذه النقل النوعية، وهي شعب تحت الاحتلال إلى شعب يريد الحرية من الاحتلال. يعني وهذا ربما هو سبب أساسي لإجراء هذه المقابلة معك، وهو هذه التفاصيل التي قد تبدو نوعا ما حشرية للبعض، ولكن هي بطولية ويجب أن تسطر ويجب أن تكتب بماء من الذهب فعلا، ويجب أن تدرس أيضا على كل حال في الكليات الحربية. أستاذ تيسير، ختاما، كيف ترى اليوم قدرة حماس على الاستمرار
بحصد مفاجآت وبعناد الإسرائيلي وبمفاجأة الإسرائيلي أكثر وأكثر. هل استخدمت كل قواها أم هنالك ما تخبئه للأيام المقبلة؟ أنا باعتقادي هناك أو شيء كلمة نحن نوجهها للإعلام الإسرائيلي الذي منذ أيام وليالي لا يتوقف بالهجوم على يحيى سنوار أبو إبراهيم والحديث عنه وعن ما يفعله وهيك، وأنا أقول سوف أرد عليهم. أنا عشت مع هذا الأخ الفاضل أكثر من 15 سنة، منها سنوات مباشرة بنفس الغرفة وبنفس المكان، أكلت وشربت معه وتعلمت على يده. هذا الشخص الذي أذكر أنني عشت معه أشهر طويلة، لم أذكر يوما أنني قمت بإيقاظه صباحا على صلاة الفجر، لأنه كان يقوم بإيقاظنا جميعا لصلاة الليل. صلاة الليل، هذا الشخص الذي كان كلنا نبقى في أيام عادية وهو يقوم بأيام للصيام وأيام للتقرب إلى الله، هذا الأخ الذي كان لا يترك عملا إنسانيا أو عملا اجتماعيا أو عملا إداريا إلا ويكون المساهم الأكبر فيه، هذا الذي جميعنا وربما جميع من مر على يده، هذا الأب لنا، الأب الذي كان يحرص على كل شيء فينا، يحرص على نوع طعامنا، يحرص على ثقافتنا، هذا الذي لا أحد من إخوانه إلا وتعلم اللغة العربية على يده أو التجويد وعلوم القرآن على يده، هذا الشخص الذي علمنا جميعا ربما كان يعلمنا مفردات اللغة العبرية لأنه كان أستاذا ضليعا بهذه اللغة. كل هذا نحن نتكلم عنه، هم يحاولون أن يتكلموا عنه كيف نفذ عملا نوعيا مثل 7 أكتوبر، نقول لهم ما نفذه قائد قطاع غزة يحيى سنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة يمثلنا جميعا، يمثلنا ببطولته واستعداده بسنواته التي عاش فيها في السجون، بسنواته التي قام بها الاحتلال بالثمانينات، بسنواته التي قام بتنفيذ عمل نوعي بعد تحرره، بعمله الدؤوب المستمر. نسأل الله عز وجل أن يحفظه ويحفظ مقامه ويحفظ أداؤه. أنا أقول لك كابن حركة وكابن كتائب نشأت وتربيت لسنوات طويلة تزيد عن 32 سنة في داخل هذه الحركة، أعتبر أنه ما فعلوه الإخوة من بدايات التسعينات من عمل نوعي ضد الجنود والمستوطنين من عمليات أسر وخطف استمرت بعد ذلك حتى الألفية وبعد ذلك بالانتفاضة الأقصى مرورا بالحروب التي شنت على قطاع غزة مرورا بالعملية النوعية التي نفذت في 7 أكتوبر، أن هذا عمل ربنا عز وجل بارك فيه وجعل نوعية المقاتلين في 7 أكتوبر هم على رأس وتأج على رأس كل مقاتل يعتقد أنه يقاتل الاحتلال الإسرائيلي، بل أجزم أنه سوف يعتقد كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم وكل حر أن هؤلاء قد أيقظونا من مبدأ واحد وهو أن الاحتلال قوة عظمى ولا يمكن أن تكسر، والحقيقة أن 7 أكتوبر وعلى أيدي هؤلاء كسرت إسرائيل. هل من المزيد من المفاجآت بأيدي القسام لم تستخدمها بعد؟ أنا باعتقادي ميزتها هم من جرأة أبنائها، وإذا عاد الاحتلال وكرر المعركة سوف نتفاجأ دائما بجرأة هؤلاء، ليس على بعد صفر وإنما ربما يكون أسر جنود آخرين من نقطة الاشتباك المباشر، وباعتقادي الاحتلال الإسرائيلي أصبح يخاف على جنوده أكثر من أي شيء آخر في قطاع غزة، وأنا باعتقادي أمام الاحتلال طريقين لا ثالث لهما، إما أن يوقف وقف إطلاق النار ويقبل بالهزيمة ويعلن أو تستمر الهزيمة له ويدفع أثمان أخرى. نحن نفهم أنه ممكن أن يقتل أكثر من إخواننا وأهلنا وأحبائنا من أطفال ونساء، لكن نحن مقتنعين أيضا أن مقاتلينا ونخبتنا وكتائبنا وجنودنا في الميدان سوف يستطيعوا أن ينتقمون. تيسير سليمان، الأسير المحرر والباحث في الشأن الفلسطيني، بدي أشكرك على وجودك اليوم وعلى كل هذه التفاصيل اللي أعطيتنا إياها، بنتمنى لك التوفيق. مشاهدي سبوت شوت، هيك بنكون وصلنا لختام هذه الحلقة، بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.